بين الاعداد في صيغ مختلفه، يعني صيغه قياسيه وصيغه ممتده، او صيغه ممتده وصيغه لفظيه، او صيغه لفظيه وصيغه قياسيه، وهكذا. بيقول لي استكشف مقارنه اعداد النمل في التلال. تعاون مع زميلك لمقارنه اعداد النمل في التلال عن طريق كتابه الرمز اكبر من او اصغر من، اصغر من او اكبر من او يساوي في العمود الاوسط. تعالوا ابنائي الاعزاء، في هذا العمود في الوسط بنكتب اكبر من او اصغر من او يساوي. هنا ابنائي وبناتي عندما نلاحظ، ننظر لرقم واحد، نجد ان نحدد اولا هذه الصيغه، صيغه ايه؟ 10 زائد 100 زائد 3000 زائد 40000، دي صيغه ابنائي، صيغه ممتده، ما دامت جاءت بالاصفار وفي علامه زائد يبقى صيغه ممتده. طيب هذه الصيغه الممتده وهذا الرقم نقارن بينه وبين الرقم الثاني وهو بنفس الصيغه، الصيغه الممتده وهو 20 زائد 100 زائد 3000 زائد 40000. اذا ابنائي وبناتي في هذا المثال رقم واحد سنقارن بين نفس الصيغه، صيغه ممتده مع صيغه ممتده. اول حاجه بنشوف ايه يا ابنائي؟ اول حاجه بنركز على الرقم جهه اليمين، جهه اليسار 40000 ودي 40000. طيب بعد كده 3000، بعد كده 100، بعد كده 100، بعد كده 20، بعد كده 10. اذا الرقم الاول اصغر من الرقم الثاني، الرقم الاول اصغر من الرقم الثاني. وفي طريقه يا ابنائي نعملها، ممكن نعملها، ان احنا لما ننظر نجد الطريقه الممتده او الصيغه الممتده بنحولها الى صيغه قياسيه، فبنجد الرقم هيبقى سهل علينا ان شاء الله. الصيغه القياسيه نحولها الى صيغه، الصيغه الممتده دي بنحولها الى صيغه قياسيه، والصيغه دي نحولها الى صيغه قياسيه، بتبقى سهله جدا عندي ان انا احصل على ايه؟ ان انا اقارن بين الاثنين. يعني مثلا ابنائي الصيغه القياسيه هي دي ال 40000 نكتبها باربعه في الايه؟ العشرات الالاف، وبعد كده 3000، بعد كده ال 100، بعد كده ايه الواحد اللي هي ب 10، بعد كده الصفر. دي ابنائي 43110. ونفس الطريقه ابنائي الصيغه الممتده دي بحولها الى صيغه قياسيه بنفس الكلام، واكتب ال 40000 بكتب الاربعه في خانه العشرات، عشرات الالوف، بعد كده الثلاثه في خانه الالاف، احد الالاف، بعد كده الواحد بكتبه في خانه المئات، وبعد كده 2، وبعد كده صفر. اقارن بينهم ابنائي وبناتي الاربعه وسطها 4، طبعا الارقام هي هي، دي خمس ارقام ودي خمس ارقام، دي 4 في اليسار ودي 4 في اليسار، دي 3 ودي 3، دي 1 ودي 1، دي 2 في العشرات ودي 1، يبقى اذا الاثنين اكبر من الواحد ب 10، يبقى اذا دي اصغر من دي، نعمل علامه ايه؟ اصغر من، يبقى 43110 اصغر من 43120. بعد ذلك ابنائي نطبق نفس الكلام ده في المثال رقم 2، ولكن نلاحظ ان في هذه الحاله نجد ان الصيغه تسمى صيغه لفظيه، 5,220,506,040، هذه صيغه لفظيه. والصيغه الثانيه برضه نفس الكلام، صيغه لفظيه، 5,220,000,000، نفس الكلام، 220 مليون في السطر الاول، يعني السطر الاول متشابه مع السطر الاول، و506,000 و540,000، هنا و6000 انما هنا و40,000. يعني كده من الكلام، من الصيغه اللفظيه ممكن برضه، من الصيغه اللفظيه ممكن اعرف الرقم الكبير منين، الرقم الكبير اللي هو 40,006، ان هنا و6040 عشرات، يبقى اذا الرقم الاكبر هيكون ده. بس علشان اتاكد لازم احول الصيغه اللفظيه، الصيغه اللفظيه دياتي الى صيغه قياسيه. لازم كده يا ابنائي في الامتحان او لما الاستاذ يعطيك مساله لازم تحول الصيغه اللفظيه الى صيغه قياسيه، ولو اعطاك مساله بالصيغه الممتده حولها الى صيغه قياسيه زي ما حولتها. تعالوا يا ابنائي نحول الصيغه اللفظيه الى صيغه ايه؟ صيغه قياسيه. بيقول لي 5 مليارات، 5 مليارات، ال 5 مليار ابنائي بيكون في الخانه رقم 10، يبقى لازم اعمل خانات 10 خانات، خانه 2 3 4 5 6 7 8 9 10، في الخانه دي بكتب كام؟ 5. والخانه اللي بعديها طبعا 5 مليار و220 مليون، 220 مليون، دي طبعا ابنائي ايه؟ عائله الالوف، المليارات، عائله المليارات، مليون، بعد كده عائله ايه؟ الالوف، و506000، 506000، 506000، 506000، و40، الخانه اللي بعد ال 6000 بتركها واحط في خانه العشرات 40، وارجع تاني احط صفر في الخانه دياتي. كده كتبت الرقم، حولت من الصيغه اللفظيه الى الصيغه القياسيه. نفس الكلام الصيغه دياتي برضه نفس الكلام، اللفظيه حولها الى صيغه قياسيه، احط طبعا 10 خانات لان 5 مليار، واحط 5 في الاخر، و220 مليون، 220 مليون في خانه المليارات، الملايين، ثم خانه الالاف، و540000، 540000 في خانه الالاف. انما نلاحظ هنا 506000، وبعد كده طبعا الاساس او الوحدات بحط فيها وايه؟ و40 6 6، واللي جنبها طبعا هتبقى صفرين. اذا يا ابنائي وبناتي الرقم الاول اصغر من الرقم الكبير، ليه؟ ركزوا يا ابنائي على خانه الاربعه دياتي، هنجدها هنا 4 طبعا ب 40000، انما هنا دي صفر، يبقى لا شيء، يبقى اذا دي اصغر من دي، يبقى اضع علامه اصغر من. بعد كده يا ابنائي برضه نفس الكلام، اعطاني مساله بصيغه لفظيه 1,976,888، ولكن الصيغه التي قارن بها كانت صيغه ايه؟ انظروا يا ابنائي، الصيغه اللي قارن بها كانت صيغه ممتده، 1,970,000، يعني 970,000 او 976,888. تعالوا يا ابنائي وبناتي لكي نقوم بحل هذا المثال، يجب علينا ان نحول هذه الصيغه الى صيغه، من صيغه لفظيه الى صيغه القياسيه، وهذه الصيغه الممتده الى صيغه قياسيه ايضا، ومن خلال الصيغه القياسيه للاثنين بنقارن بين الايه؟ الاثنين. بيقول لي مليون، يبقى مليون بعمل كم خانه يا ابنائي؟ بعمل 7 خانات، 7 خانات، تبقى عندي كده عائلتين، عائله الاساس او الوحدات، ثم عائله الالوف، ثم خانه واحده حاد المليونات اللي هي هنحط فيها مليون، يبقى نكتب مليون يعني واحد، نكتب واحد. مليون و976,000، 976، 900 في خانه المئات الالوف،
وبعد كده ابنائي في خانه العشرات بنحط ايه؟ و976 و76 من العشرات بنحط ال70 والالاف بنحط السته 6000. بعد كده الرقم التحتاني و888 ثلاث ثمانيات ورا بعض احد عشرات ومئات. كتبنا الرقم الاول، تعالوا نكتب الرقم الثاني. بيقول لي 1 مليون، يبقى اكتب ايضا 6 خانات او 7 خانات. الخانه رقم 7 بحط فيها كام؟ بحط فيها 1 مليون. والخانه اللي بعديها 900000، 900000 بحط رقم 9، وطبعا بعديها 7، وبعديها 70000 في 7 بحطها في 7، وال 6000 بحطها طبعا ب 6 ابنائي في خانه الالاف. بعديها مباشره 800 في خانه المئات بحطها 8، وبعديها 8، وبعديها 8. وباذن ابنائي هذا المثال بيساوي هذا المثال، مليون و 976,888 تساوي مليون و 976,888 متساويان، اذا الاثنين متساويان. هكذا ابنائي بيكون حل الايه؟ الارقام المختلفه، حل الارقام المختلفه. بقول لي تعلم استراتيجيات المقارنه، اراجع مع زميلي كما تعلمته عن الصيغه التحليليه وكون تعريفا. مثال على الصيغه التحليليه، هناك صيغه تحليليه ابنائي، هذه الصيغه التحليليه بتحول لي الرقم الى صيغه ايضا تشبه الصيغه الممتده. لاحظوا معي، لاحظوا معي هذا الرقم 6 في 100000 يعني معناها ب 600000، الرقم بتاعي بيبدا ب 600000. 5 في 10000 يعني ايه؟ 50000. يبقى 600000 وبعديها 50000 يبقى معناها 650000، وبعديها 4000، 4000 ب 4000 و54 600000 و500، او ابنائي نقول 600000 و554000 و54000 و300، الثلاثة في 100 ب 300. نسجل التعريف ابنائي او نسجل الرقم، لازم نسجل الرقم. يبقى اذا ابنائي الصيغه التحليليه هي كتابه العدد على صوره ضرب مجموعه من العوامل، ضرب مجموعه من ايه؟ من العوامل. انظروا الى العامل الاول اللي هو 6 احاد مضروبها في مئات الالاف، و5 احاد مضروبها في عشرات الالاف، و4 احاد مضروبها في ايه؟ في الالف، و3 احاد مضروبها في ال100. وبعديها لو كان في رقم ثاني عندي كنت ضربته في العشرات، يبقى مثلا لو كان 2 في، لو كان عندي 20 مثلا كنا نضرب 2 في 20 في 10، ولو كان عندي 4 كنا نضرب 4 في 1. هكذا ابنائي بتكون الصيغه التحليليه. وكده عرفنا الصيغه التحليليه كتابه العدد على صوره ضرب مجموعه من العوامل، نضرب الاحاد في ايه؟ في مئات الالاف وعشرات الالاف والالاف والمئات والعشرات. بعد كده بيقول لي تعاون مع زميل لك او في مجموعات صغيره لمقارنه كل مجموعه من الاعداد في الجدول، استخدم الرمز اكبر من او اصغر من او اكبر من او يساوي، فكر في كيفيه اجراء المقارنه مع استراتيجيتك. مثلا ابنائي الاعزاء تعالوا نشوف في هذا المثال او هذه الامثله، اعطاني رقم، انظر الى الرقم واحدد هل الصيغه ديت اي نوع من انواع الصيغ؟ صيغه قياسيه 14,780,064، وهنا 14,790,064. نلاحظ ان الرقمين متشابهين ولكن الاختلاف في خانه مئات عشرات الالوف اللي هي هنا 80,000 وهنا 70,000. يبقى في هذه الحاله استطيع ان اقارن بينهم، الاعداد واحد، الاعداد متشابهه، يعني دي مكونه من كم رقم؟ دي مكونه من 6 7 8 ودي من 8. يبقى اشوف الرقم اللي على اليسار الاقيه واحد وده واحد، يبقى متشابهه. يعني اشوف الرقم اللي جنب اليسار اللي هو على اليمين ده 4 ودي 4، اشوف الرقم اللي بعديه ذا تشابه ده 7 وده 7، اشوف الرقم اللي بعد 7 ده 9 وده 8. يبقى اذا الرقم ده اكبر من الرقم ده، يبقى لازم احط ايه؟ علامه اصغر من. علامه ايه؟ اصغر من، لان رقم 8 اصغر من رقم 9. رقم 8 ب 80000 ورقم 9 ب 90000. بعد كده اشوف المساله الثانيه اللي هي مديها لي بالصيغه الاولى، مديها لي بالصيغه القياسيه 5 مليار و 193000 492 و193 مليون و492 500. دي طبعا ابنائي الاعزاء اسيبها زي ما هي لانها بالصيغه القياسيه. لو لقيت المساله عندي بالصيغه القياسيه اسيبها زي ما هي، واشوف الايه الجزء الثاني من المساله مكتوب بالصيغه اللفظيه، يبقى لازم احول الصيغه اللفظيه الى صيغه قياسيه 5 مليارات و600 مليون و715 الف و43. تعال احول دي الى صيغه قياسيه ابنائي 5 مليار، يبقى في هذه الحاله احولها الى ايه؟ اكتب ال5 في الخانه العشرة في الخانه رقم 10 مليارات بالمليارات، و300 مليون و705 600 مليون هكتبها طبعا بالاصفار 3 وجنبها اصفار 300 مليون. هذه العائله ابنائي 300 مليون جنبها اصفار، عائله الملايين. ندخل بعد كده على عائله الالاف و15000، 15000 ابنائي يعني 15، طبعا هنا مكتوبه 700 او 15000 يعني السبعه في الاول وبعدها 15000. بعد كده يبقى كده العائله بتاعت الايه؟ الالوف خلصت. اخش بعد كده على 43 يعني معناها الالف هتبقى ايه؟ بالصفر. قصدي ابنائي الاعزاء خانه المئات هتبقى صفر. بعد كده يبقى عندي خانه العشرات والاحاد و43، خانه العشرات 40 وخانة الأحاد 7. معذرة أبنائي و43 ونكتب 43 و43 وبعدين نخليها 3. كده صححت أبنائي و43 و43 كده أبنائي سهل عليا إن أنا أقارن. تعالوا نقارن يا أبنائي، عدد الأرقام هنا 10 أرقام وهنا برضو 10 أرقام، دي 5 مليار ودي 5 مليار. أقارنها من حيث الطرف أبنائي الأيسر اليسار، دي 5 مليار ودي 5 مليار، يبقى كده بعض. نخش على الرقم اللي بعديه، دي من ناحيه اليسار، دي 3 او 300 مليون، دي 300 مليون، انما دي ابنائي ب 193 مليون، يبقى اذا الرقم ده وادي اصغر من الرقم ده، لان هنا 193 مليون بس، انما هنا 300 مليون، و300 مليون اكبر من ال 193 مليون، يبقى احط علامه ايه؟
ما دام الواحد اصغر من الثلاثه يبقى ننتقل ابنائي الى مثال رقم 3. اعطاني مساله طريقه تحليليه 7 في 100 مليون و4 في 10 مليون و9 زائد 9 في 10000 زائد 8 في 10 زائد 1 في 10. هذه الصيغه تسمى صيغه تحليليه ابنائي بالضرب. تعالوا نقوم بتحويلها الى صيغه قياسيه. 7 في 100 مليون ابنائي بتديني كام؟ بتديني 700 مليون. 700 مليون وال700 مليون ابنائي بكتبه طبعا هنا في الخانه رقم 3 في خانه الايه؟ مئات الملايين. مئات الملايين خانه رقم 3 بنكتب عليها السبعه. وانتظر بعد ما اكتب السبعه لان الخانه اللي بعديها هيجيب لي خانه 4 في 10 مليون اللي هي عشرات الملايين. يعني السبعه بعديها تبقى الاربعه، السبعه بعديها الاربعه، السبعه بعديها الاربعه. كانها ابنائي ستكون 740 مليون، هتكون كده كانها 740 مليون بهذه الصيغه ابنائي ستكون. اذا ابنائي الاعزاء السبعة هنا ب 700 والأربعة هنا ب 40 يبقى 740 مليون. نشوف بعد كده يا ابنائي زائد 9 في 10000 اللي هي 9 في 10 ب 90. 9 في 10 ب 90. الخانة اللي بعديها دي خانة مئات الألوف هتبقى فاضية. ليه؟ لأن لا يوجد مئات الألوف عندي هنا. يبقى أول ما أكتب هكتب في الخانة دياتي اللي هي 90 أو 90000. 9 وجنبها صفر. 9 وجنبها إيه؟ صفر. 90000. يبقى كده يا ابنائي كتبت إيه؟ 90000. وطبعا 8 في 10 8 في 10 ب 80 وجنبها 1 في 10 ب 10 يبقى كانها يا ابنائي 810. بكتبها في الاساس. بكتبها فين؟ في الاساس. بكتبها في الاساس هنا في هذا المكان. هنا طبعا يا ابنائي في حته اقول لكم عليها. هنا لما قال لي 8 في 10 زائد 1 في 10. طب 1 في 10 بكام يا ابنائي؟ 1 في 10 ب 10. وهنا 8 في 10 ب 80. هجمع الاثنين مع بعض 10 و80 بكتبها ب 90. لا نعلم هل هي خطا مطبعي، هل هو مقصوده ان احنا نجمع ال10 على ال80، لان انا لو ضربت 8 في 10 ب 80 زائد هنا 1 في 10 ب 10، ففي هذه الحاله هجمع ال10 دي على ال80 دياتي هتطلع عندي 90. هتطلع عندي 90. ممكن يكون قصده هو 1 في 1، الواحد خانه الاحاد، ولكن هو كتبها 10 فبنكتبها زي ما موجود. ال10 دي بنجمعها على ال90 دي لان عشرات مع عشرات، او ان كانت هي صحيحه مثلا ونحن لا نعلم، 10 نجمعها مع ال10 مع العشرات هتبقى طبعا 10 و80 90. يبقى بنكتب هنا كام؟ 90. لما نيجي نقرا الرقم 7 مع العلم يا ابنائي كل هذا، وبنيجي نلاقي ان الرقم اللي هنقارن به وبين هذا الرقم هو معروف انه صغير جدا جدا جدا. ليه؟ لان هذا الرقم طويل يتكون من كما تعلمون 9 ارقام، وهذا الرقم بيتكون من كام ابنائي؟ بيتكون من خمس ارقام، هيكون من خمس ارقام، ومعروف ان الرقم ده، بس انا بدرس لكم واوريكم علشان تعرفوا كيف تكون الاعداد بطريقه تحليليه. هنقارن نشوف الرقم دلوقتي. طبعا هنا 70000، ال 70000 طبعا يا ابنائي خمس خانات، بيحتاج الى خمس خانات. نكتب السبعه في الخانه رقم 5 ب 70000، بعد كده طبعا 9000 هنكتب جنبها طبعا 9 لانها بالالاف، يبقى 79600 هنكتبها في خانتها رقم 3، و40 هنكتبها في الخانه رقم 2، وال3 تنزل زي ما هي. يبقى في الحاله ديت الرقم بتاعي بالصيغه القياسيه 79643، من غير ما اطل ولا اقارن ولا اي شيء، الرقم ده طويل والرقم ده قصير، يبقى الرقم ده اكبر من الرقم ده، واحط علامه اكبر من. يبقى الرقم ده بالملايين اكبر من الرقم ده بالالاف. كده حليت رقم 3، اروح اشوف رقم كام؟ رقم 4. رقم 4 ستكون سهلة إن شاء الله، بيديني رقم مكتوب أو صيغة مكتوبة بالصيغة اللفظية 17 مليون و425 ألف و605، واديني الرقم الثاني بالصيغة القياسية بتركها زي ما هي 17 مليون و420 ألف و605. طبعًا هنا يا ابني لازم أكتب الصيغة دي بالصيغة اللفظية القياسية 17 مليون، يبقى كده محتاج عندي يكون إيه؟ كم رقم يا ابنائي؟ مليون، يبقى كده عندي 6 أرقام 7 8 أرقام 8 إيه؟ 8 أرقام 8 أرقام 8 أرقام لازم يكونوا عندي. نكتب الرقم الأول طبعًا 17 هي ابنائي 17 مليون، بعد كده نكتب خانه الالوف او عائله الالوف و415000 و425000 ثم بعد ذلك و605 بنكتبها على ايه؟ في خانه الاساس و605 605. يبقى كده كتبت ايه؟ الرقم بتاعي بالصيغه القياسيه. اقارن عدد ابنائي من حيث الطول، ده يعتبر كام رقم 6 7 8 وده يعتبر كام 6 7 8، ده 8 وده 8. نشوف ايه؟ نقارن من اليسار، ده 1 وده 1 تمام، ما دام كد بعض نشوف الرقم اللي بعد الواحد، ده 7 وده 7، يبقى اذا كد بعض يبقى 17 و17 كد بعض. نشوف بعد كده ندخل بعد ما نخلص خانه الملايين نخش على الخانه اللي بعديها خانه الايه؟ مئات الالوف، هنا دي 4 وهنا دي 4، 400000 1000 ودي 400000. طيب نخش على الخانه ما دام كد بعض نخش على الخانه اللي بعديها اللي هي عشرات الالوف، دي 20000 ودي 20000. طب ما دام كد بعض نخش على الخانه اللي بعديها اللي هي عشرات الالوف، دي صفر ودي 5000. يبقى اذا ابنائي ال 5000 هنا اكبر او تزيد عن الرقم الثاني 5000، مع ان الرقم الثاني هيبقى في عائله الوحدات 605 هو 605، يبقى عندي الكبر موجود او العدد كبير في خانه الايه؟ عشرات الالوف او ايه؟ احاد الالوف، احاد الالوف يزيد ب 5000، يبقى اذا الرقم ده اكبر من الرقم ده ب 5 ايه؟ 5000.
يبقى 5000 اكبر من ايه؟ من الصفر دوت. يبقى اذا الرقم ده اكبر من الرقم الثاني. خلاص رقم 4 التالي بعد ذلك الى رقم كام؟ رقم 5. رقم 5 ابنائي نلاحظ انه موجود الطرف الاول جهه اليمين مكتوب الرقم بالصيغه القياسيه اقراها 8 مليار 8 كام دي ابنائي؟ 8 ايه؟ 8 مليار و40 مليون و761 الف و903. والرقم الثاني مكتوب طبعا ابنائي بالمليار ايضا 8 مليار و400 مليون وهنا 40 مليون يا ابنائي. يبقى اذا الرقم ده هيكون اكبر من ده او الرقم ده اصغر من ده. هنا 400 مليون هنا يا ابنائي، انما ده يعتبر كام؟ 40 مليون. واكتبه لكم يا ابنائي، اكتب الرقم ده بالصيغه القياسيه بهذه الطريقه 8 مليار، بنكتب ال 8 في خانه مليار خانه رقم 10، بعد كده ال 400 بنكتبها خانه رقم 9، خانه رقم كام؟ 9، وخانه رقم 8 و7 هيبقوا بالاصفار هكذا يا ابنائي. يبقى 8 مليار و400 مليون و700 تنزل زي ما هي، وطبعا جنبها 60000 هنزلها زي ما هي، و1000 جنبها يبقى 761000 761000 هو هو نفس الرقم اللي هنا، و903 هو هو نفس الرقم، بس الاختلاف هنا هنا دي 40 مليون انما دي 400 مليون. يبقى الرقم ده اكبر من ده او الرقم ده اصغر من ده. يبقى نضع علامه ايه يا ابنائي؟ اصغر من. اصغر ايه؟ نضع علامه اصغر من هكذا. خلصنا رقم 5، تعالوا نشوف رقم 6. بقي عندي مثال رقم 6 بيقول لي 423012 مكتوبه بالصيغه اللفظيه. احولها طبعا الاول الى صيغه قياسيه 423000 طبعا ابنائي بكتبها بهذه الصيغه كده دلوقتي 423012 و12 هكذا. ونشوف الرقم الثاني مكتوب بالصيغه طبعا الممتده، بحول هذا الرقم الى صيغه ممتده بهذه الطريقه بيكون 400 ابنائي 400000 طبعا هنا و32 و32000 و21. يبقى اذا الرقم الكبير لما نقارن هنلاقي الارقام كلها قد بعضها، ده كده يعني من حيث العدد 1 2 3 4 5 6 وده 6 طبعا، هذه العائله عائله الالاف وهذه عائله الالاف. هنا لما نقارن من اليسار هنبدأ الاربعه ب 400000 وهنا دي 400000 يعتبر، وهنا دياتي 3 30000 ودي 20000. يبقى اذا 30000 اكبر من 20000. في هذه الحاله بيكون الرقم ده اصغر من الرقم ده، يعني الرقم جهه اليسار هو الاكبر، فبنحط علامه اصغر من، علامه اصغر من. وكده نكون حلينا رقم 6. بقي عندي رقم 7 بيقول لي ضع النجمه بجوار المجموعه التي كانت من السهل مقارنتها، ضع علامه اكس بجوار المجموعه التي كانت من الصعب مقارنتها. طبعا ابنائي وبناتي المجموعه السهله اللي هي اول مجموعه مقارنه الصيغه القياسيه بالصيغه القياسيه كانت سهله جدا وهي كانت اول واحده، اما الصيغه الصعبه ممكن تقول مقارنه اللفظيه بالممتده، اللفظيه بالممتده اللي هي رقم كام؟ رقم 3 او رقم 4. يبقى المجموعه الاولى كانت هي الايه؟ اللي تحت السهله، ونحط قدامها نجمه، نحط قدامها ايه؟ نجمه. والمجموعه رقم 3 صعبة لأنها صيغة غير قياسية ومن الضروري تحويلها إلى قياسية من الطرفين، فبتحتاج إلى وقت وبتحتاج إلى جهد وإيه وبتكون صعبة، بحط عليها علامة إكس هكذا يا أبنائي وبناتي. والبعض ممكن يختار الصيغة رقم 5 يقول ما هي الصعبة، حسب إيه؟ حسب ما تجيب، ولكن يجب عليك أن تذكر السبب. بعد كده يا أبنائي الأعداد، أبنائي الأعزاء، سباق الأعداد، سباق الأعداد هذا نشاط أبنائي وبناتي تستطيعوا حله مع بعضكم البعض في مجموعات ومساعدة بعضكم البعض، وإن كان في بعض الصعوبات اسأل المعلم عليه. بيقول لك تتطلب هذه اللعبة ثلاث لاعبين، لاعبان مسؤولان عن تكوين الأعداد، اثنين من الطلاب اللي هم بيكونوا الأعداد، ولاعب يقوم بدور القارئ، والقارئ طبعا الثالث بيقرأ الرقم. يحتاج كل لاعب إلى مجموعة من بطاقات الأرقام من 0 إلى 9. طبعا كل بطاقه بيبقى مكتوب عليها رقم 1 0، والبطاقه الثانيه مكتوب عليها 2 والثالثه 3 4 5 لحد ما توصل ل 9. يجمع اللاعبون ثلاث مجموعات 30 بطاقه 30 بطاقه، ثم يخلطون جميع البطاقات ويضعون وجهها لاسفل علشان تختار. يسحب كل لاعب مسؤول عن تكوين الاعداد 11 بطاقه، يعني 11 بطاقه بايه؟ يسحبها كل لاعب مسؤول عن تكوين الاعداد، لان هتكون انت كده اعداد. يستخدم كل لاعب مسؤول عن تكوين الاعداد 10 بطاقات لتكوين اكبر عدد ممكن من استبعاد البطاقات رقم 11. يقوم اللاعب الذي يؤدي دور القارئ بقراءه العدد الخاص بكل لاعب مسؤول، بعد كده يكتب المسؤول عن تكوين الاعداد عددهم وعدد زملائهم. يعني لعبه ابنائي وبناتي فيما بينكم فهموها وتقوموا بحلها ان شاء الله، بحيث طبعا الاعداد بنكتبها بالصيغه القياسيه ونقارن فيما بينها. طبعا العدد الخاص بي انا اقارنه مع زميلي، ان كان كبير احط علامه اكبر من، ان كان صغير احط علامه اصغر من، وكذلك نفس الرقم اكتبه بالصيغه الممتده، ونفس الرقم اكتبه بالصيغه اللفظيه، ونفس الرقم اكتبه بالصيغه التحليليه. يعني الرقم اللي هيطلع وهلعب اللعبه دي مع زملائي اقارن بيه رقم ورقم زملائي واكتبه بالصيغه القياسيه والصيغه الايه؟ الصيغه الممتده والصيغه اللفظيه والصيغه التحليليه، وكذلك اكتب الارقام بتاعت ايه؟ بتاعت زملائي. بعد كده هنا يسأل يقول لي ما الاستراتيجيات الاكثر فاعليه عند مقارنه الاعداد في صيغ مختلفه؟ ما الصيغ الاسهل للمقارنه بالنسبه لك وايهما اصعب؟ لماذا استخدم الكلمات والاعداد لتوضيح افكارك؟ اذا ابنائي وبناتي عند مقارنه الاعداد في صيغ مختلفه نقارن كل عائله مع مثيلتها ومن خلال ذلك نصل الى الحل. الصيغ الاسهل طبعا عندي بيقول لي ايهما اسهل؟ اقول له الصيغ الاسهل هي الصيغه القياسيه. وايهما اصعب؟ طبعا الصيغه الاسهل هي الصيغه القياسيه. وايهما اصعب؟ ممكن اكتب ابنائي وبناتي الصيغه مثلا ايه؟
التحليليه. الصيغه التحليليه هي الصيغه الاصعب، الصيغه الاصعب. بهذه الاجابه ابنائي نكون وصلنا معكم الى نهايه هذا الدرس، استودعكم الله سبحانه وتعالى لحين القاكم ان شاء الله في الدرس القادم، فانتظروني ان شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، والدرس السابع ان شاء الله القادم سيكون ترتيب الاعداد تنازليا وتصاعديا، سلام الله عليكم. فمثلا ابنائي الاعزاء عندما وضعت الصيغه الخاصه بي انا التي قمت بكتابتها، قمت بكتابه هذا الرقم اللي هو 9,877,532,210. طبعا زميلي او عدد زميلي الرقم اللي كتبه زميلي اللي هو 9,765,000,765,543,320. طب لما اجي اقارن بين رقمي انا ورقم زميلي ان هنا الاكبر ابنائي الاعزاء، هل رقمي الاكبر ولا رقم هو الاكبر؟ اقارن ابنائي، طبعا ده 10 ارقام وده 10 ارقام. ده نبدا بعد كده مقارنه من حيث الرقم على اليسار، ده 9 مليار وده 9 مليار. نبدا بعد كده نخش على الرقم اللي بعد 9 مليار ما دام متشابه، ده 700 مليون، انما ده 800 مليون، وباذن رقمي انا اكبر. ليه؟ لان رقمي انا ب 800 مليون 877 مليون، ورقم هو 765.